خلينا نروح للأخبار الرياضية طبعا المحلية والعالمية. منا صباح الخير عليكي مرة تانية، وقولي لنا بقى آخر الأخبار الرياضية. عندنا أخبار كتير النهاردة جمانة، أهلا بكل مشاهدينا وجولة مع أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. هنبتدي أخبارنا على طول مع كأس الأمم الأفريقية والمنتخب الوطني اللي اتدرب امبارح تدريب مغلق عشان يستعد لمواجهة الكوديفوار بكرة الساعة 6 في دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية. من ناحية تانية بيواصل محمود حمدي الونش تدريباته التأهيلية في الكورة. نتائج المساحات الطبية اللي أجرتها بعثة المنتخب الوطني في مدينة دوالا الكاميرونية استعدادا للقاء الكوتيفوار طلعت سلبية، وجميع العينات موجودة سلبية لأعضاء البعثة والفريق، وكل التوفيق لنا بكرة. امبارح كانت المفاجأة بفوز منتخب غامبيا على منتخب غينيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت في إطار مباريات دور ال 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، وبكده رسميا بيتأهل منتخب غامبيا للدور الثمانية. وكمان منتخب الكاميرون اتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه الصعب على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب بول بيا ضمن منافسات دور ال 16 من مسابقة اللي شفناها امبارح. أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي هيسافروا لألمانيا الأسبوع اللي جاي، علشان بعد ما حصل على تأشيرة السفر لإجراء جراحة الرباط الصليبي هناك، وده طبعا بسبب الإصابة اللي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي خلال بطولة أمم أفريقيا في مباراة مصر ونيجيريا. وفريق النادي الأهلي اتدرب امبارح على ملعب التتش بالجزيرة، وده بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها اللعيبة لمدة 24 ساعة. اللعيبة اتدربوا امبارح تدريبات بدنية طويلة في الجيم تحت إشراف مدرب أحمال الفريق ولمدة 40 دقيقة، بعدها انطلقت التدريبات في الملعب. من ناحية تانية الفرنسي باتريس كارتيران المدير الفني لفريق نادي الزمالك بيجهز لعيبة الناشئين اللي هيمنحهم فرصة المشاركة في مواجهة سيراميكا في الجولة الرابعة من مسابقة كاس الرابطة واللي هتتلعب يوم الجمعة القادمة. أما بقى فريق نادي الإسماعيلي فبيواصل تدريباته اللي أداها على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لمواجهة المقاولين العرب يوم الخميس الجاي على ملعب الجبل الأخضر في رابع جولات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة. والاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن تأجيل مواجهة النادي الأهلي مع المريخ السوداني اللي كان المفروض تتلعب في شهر فبراير. التأجيل طبعا جه بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وعشان كده الكاف أصدر بيان رسمي قرر فيه إنه يأجل المباراة. نتحول بقى للسكواش ورابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA اللي أعلنت انسحاب محمد أبو الغار المصنف رقم 14 على مستوى العالم من بطولة أون فاير المفتوحة للسكواش واللي بتتلعب في الولايات المتحدة الأمريكية، وده بسبب الإصابة اللي تعرض لها. ألف سلامة. أخبارنا الرياضية خلصت، خلينا نرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع جوانا وحسام، تفضل. شكرا جزيلا يا منى، بشكرك شكرا جزيلا.